بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيد دسوست ساعة من دروس نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. النظر شوية في عام الحزن في العام العاشر أسقاس ويس عشرة من البعثة النبوية. يقدر ربي سبحانه باش ذمث يوان اللي هو أبو طالب، عميس أبو طالب، ويتحرف الفلاس ينصري في عوني في خدمة فدان، يمثل له بالنسبة إليه سندا خارجيا. يسند غس أبو طالب لم يكن مسلما، ماشي دين سلم، مازاليث على ملة عبد المطلب، مازاليث ورث في عرام الإسلام يديوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يسعى صفة الرجولة. ذرقاز شبح برقاز تير رقزة، ذرقاز ذنفي ذا حرمي يفكي سوال إن يسد حرفة في الله كذي لغي ذكر ثماك أكني إقلا الميموث يفكيس الحرمة ثم قرأت أبو طالب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اسمي يهلك أبو طالب يروح في ديزور لحظات ينقورا يبض يفان ورص يمشو من النية كنا سيسن أبو جهل يفاتين ثماس خطر الدين انسان ديون. أم بعد ذا شو يضران إن يسن النبي صلى الله عليه وسلم يا عم أسي سوسي قرى عمي قل لا إله إلا الله، إند لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله، إند لا إله إلا الله أد الشهادة يوم القيامة غرس ربي سبحانه بلي ثنث النصيد، ولا إله إلا الله ذن سثريس الخنام ذن سي جهنم أغي جعل ربي سيبوية ذري مثنف لا إله إلا الله. إنيس النبي صلى الله عليه وسلم ينسى عم يغاضيث ذا عميس أريد سيارة الخيريس يفثر ثماس يعونيث ينصريث يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، ولكن السقر كان على ملة عبد المطلب. سبحان الله دين ضرب سبحانه وكل حاجة ربي سعيس الحكمة ضرب بيده الدون غصد عمي سعزيز في اللاس يفذي الطيق، ولكن سنزلت الآية سورة القصص الآية 56 إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ماشي تهدو ضرا وين تحمل ضرب بيد يهدو. طيب ثورا نكمل هاوذ وكذا عمي سينا يا ربي سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في سورة القصص 56 إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طبعا في تفاصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعى ربي سبحانه عز وجل باش يستخفف الناس، يعني لولا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لكان عمي ساقي في الدرك الأسفل من النار، ولكن سيدي ربي سبحانه يقفل الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يستخفف الناس العذاب كما ورد في كتب السير. أم بعد جوست أبرمي قموث عميس تكمل خديجة، خديجة بنت خويلد ثمطوثيس أم المؤمنين وثلاث مثل النات أسمي دينزل الوحي في النبي صلى الله عليه وسلم ويقفى أسين وتسقوذ أم المؤمنين خديجة حكاو أنت مشاهود يساد سلغار غار حراء يبض مدين سبلاس جبريل ناس اقرأ وما أنا بقارئ المسينة اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات. بعد يبض سخام إناس زملوني لقد خشيت على نفسي، ولكن السيدة خديجة أم المؤمنين ثفدذي السرثماس كانت سندا له من أول خطوة البرمي باث ليس تزمرستيني بكل سهولة الشغالة قلت السنغارة كيني الشغالة الوحية وكذا وزريغارة روح سير قازن إرقازن إقسنا خيري، ولكن ثنايا سقلي يذك
وربي ذيك كلا والله لا يخزيك الله أبدا جما كي جا ربي يرير ذا ورتسوال ربي يذيك ورتسوال ما تخافش أم بعد إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم في كيس دوك الصفات ينس يسيف كان القوة القوة المعنوية صافي فقد السند الخارجي وفقد السند الداخلي الجبهة الخارجية والجبهة الداخلية ثموت خديجة بنت خويلد إذا تصوروا وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قاري قبيلي ولذي ذما يحزن روحنا السيناقي عزيزي فلاس طاس روحا ولكن ربي سبحانه دائما يلا ذينا لم ييأس النبي صلى الله عليه وسلم دائما الأمل يعيش مع الأمل السيرم والكل دورنا كامل نتعلم من السيرة الأمل وإلى قارن نحفظ السيرم وإلى قارن أن نكس السيرم سقولهم إلى قن زرع السيرم نزرع الأمل أين يبغو يضرع دائما أن تفضي ربي ونسعم السيرم ونكس لا يسقولون النظ هذا دليل قدوتنا العليا محمد صلى الله عليه وسلم توالت عليه المحن والمصائب والابتلاءات والاضطهادات ولكن مع ذلك بعد ذي العام العاشر عشر سنوات العام العاشر من البعثة يموت عميس بعد تموت خديجة عام الحزن ولكن هنا خرج إلى الطائف أمل ذا السيرم إن يصل روح الطائف للدعوة إلى الله دعوة إلى الله وكذلك طلبا للنصرة طيب يروح إلى الطائف يدي اسم مولاه زيد بن حارثة كان مرافقا له يدي زيد بن حارثة مولاه يبضر الدين يروح إلى أكابيره ميوني وان سوال زيضان يبلغ دعوته ونبي ورسول ولكن سبحان الله أيضا قفلا تير المقابلة يوين ديسميس أغرب السفهاء نتاعهم السفهاء نسم من بعد جعلوا يرمونه بالحجارة وسنت سيزرة فلو كل واحد يتفكر يقول سبحان الله وقيد الرسول صلى الله عليه وسلم وسنت سيزرة بالحجر الله أكبر شيء عجيب يعني كل واحد منكم يتصور أسيني أمش رسول ولاش إثيفاً ولاش إثيشفان ذي خلقي ثمرة أماير المصطفين من النبيين والمرسلين أماير يكوين دي خلق رب سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم يختارث رب سبحانه ولكن البشر هم البشر أثنى رسا وكاس الكاريكاتير وكاس سواوال وكاس سواوال كل يوم شوي كيف أرسا أرزكا كلمة قردوني سبحان الله أبا الله أن يجعل هذه إلا أن يجعل هذه الحرب قائمة إلى نهاية الدنيا الصراع بين الحق والباطل بين النور والظلام بين الهدى والضلال أكان ما ثنير الدنيا ولكن كل يوم دينا هذه ولي كنيسة دايلة أذيلي إن شاء الله هو ياذ ينصرا الحق ينصرا النور ينصرا الهدى سفهاء سن وثن النبي صلى الله عليه وسلم سيزرا وكان زيد بن حارثة يقيه يعني يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين شحال تغرثي قتشا شحال قزارة دغلين في قرويس إلى آخره ولكن كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى مكة النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق رجع طبعا حزين ذي حزن ولكن قلبه غسل ذي الحزن ولكنه أيضا عامر بالأمل ماشي ذي العيف ما نحزن أدسنت ظروف تحزن ولكن وإلى قرام السير ماذي فغولي وليس بين هذا وذاك تعارض ولاش تعارض المهم فند ماذي سعو السير ماذي قوليس حسن الظن بالله عز وجل والثقة في الله عز وجل ويكمل المسيرة تاعو بلا كلل ولا ملل ولا شلل ألم يبض المقصود ينسي إن شاء الله تعالى طيب سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ذاقي روح تحت ظل شجرة ودعا بالدعاء وقيل أن العلماء سيسمان الدعاء الحزين قارنك استقبيليث ما ثرعض أتوث أماكن ثرعض تجناوث أدفك الهواء
ما ثرعد ثاسة الفلاد مد في كيم الطاون ثرعد ما ثرعد تسوث. فلجأ إلى الله لقينا تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ما إلا تضيق فلان غدونيث أن وغلغ ربي سبحانه عز وجل. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. ذنسا غرن وغال هو السند. إنيس اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكيلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم أو عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. الحديث رواه الإمام الطبراني ورواه أيضا الخطيب البغدادي. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى الله، يقال رب سبحانه من وجد الله فماذا فقد، يشكو إلى الله ضعف قوته. وطبعا كل إنسان منا ضعيف ضعيف، وهو نبي مرسل مؤيد بالله مؤيد بالوحي، ولكن يشكو إلى الله ضعف قوته وقلة حيلته. يستخدمك وشو يزمر، ولكن مازال يسعو قرن، مازال يتقلب المحنة. وهواني على الناس، يعني يسوى الغين السعر القيمة وثنتسي زراء يبوين ذمنا إلى، وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ ما كسيق ربي أندا وما يثفكر وين يقربني جايين وين فعذن فعذ فلين غعذوني ملكته أمري وريق بلار الدعوينو ويكيد بجميع المكايد إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. المهم ربي شنو ورفو يرف لي ورفق عارف لي كتشيني فقط. وثقي معنى عميق، معنى الميزان، ميزان المسلم أذي ولي أهل ترى ربي سبحانه يغضب عليه أو ما يغضبش عليه. ينسب إلى رابعة العدوية المؤمنة، طبعا هي بما تملك من معاني الصوفية وهذيك الروح، يعني تنسب إلى بعض القصائد، منها القصيدة اللي تقول لمقطع منها اللي يقول إذا صح منك الود فالكل هين فكل الذي فوق التراب تراب. هكذا يعني استقر. المهم ربي سبحانه عز وجل ما إلا ربي سبحانه يرضى في الناس ما يهمهاش الباقي. فكل الذي فوق التراب تراب، وقذي الحون فخال ذخال، المعنى وقذي الحون فخال ذخال. ورد في الصحيحين أن جبريل نادى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قلت لك يتدخل تدخل الله عز وجل وراه رايحة إيش قاعد جبريل. وجبريل أشو سينا النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله قد سمع قول قومك. يا ربي سنا كلش يزرى كلش، ذا شو سخذمان، ذا شو المحنة قاعد دان في الناس، ذا شو إناس أثان ربي إيش قاعد ملك الجبل الجبال ولك تحكي من ذيك ذرار إناس ما تبغيض إن شئت كسينا أن أطبق عليهم الأخشبين. داين هذه سلوك لذرار بغى على خير، وقال لك إثي ضرا إثي ظلما أثني محق ذا محاق أوردي قريلا فرنسم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي سيني ثغاثك فرصة لوكازيون ستراتير فرصة ذهبية هذه تهنيك سيسن خاطي. لا شو سين النبي صلى الله عليه وسلم شوف نظرات، الأول بعد الأفق والثاني الرحمة يقصد غنوليس ينس بل أرجو أرجو دايم الأمل موجود السير ميلا الرجاء. سبحان الله ابن عطاء الله من حكمه ينس إلهي
متى قطعت العطاء لكي نطمع في سواك؟ إلهي متى قطعت العطاء لكي نقطع الرجاء؟ سقرا ربي سبحانه من البداية نقطة الجدارة صافي ولا قارن كسسير مسقولاون ونفيس طوري سنما وريق فيلارا باش إذورار أذملل في اللاسم في الكفار نيا وكل المشركين نيا وكل ظلما أثني محق ذا محقين يا سلام بل أرجو يسعى السير بذي ربي سبحانه أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. الحديث صحيح متفق عليه في البخاري ومسلم. إن يصدم عرض يا ربي تراجع ربي سدريان سن أدى سدفغن ويقاذ أري عفظنا ربي واسترنا الشريك. شوف الأمل سبحان الله. نكوني ثورة تفضي ونهث شوط بوغور كان كادي ديقوتي أخيني ذاين بلك ذا ثماثني سدقو خام وتظلنا را وثماثني نغا ثماثني ونا لقارنايس. وهذا هو الغرض من غر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تيقاذا قيل قا نحفظ بعد نقرز الحياة النغ ذا كان هذا ما كان مما إلا نغفل ونفهم را أشنت المقاصد أشنت الأسرار يقلن دي السيرة أشنت الدروس أشنت العبر أشنت القيم أشنت المبادئ استيقى ذاكي قلق قد نحفظ أن عيش سيسنت وهي صالحة لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لما رجع من طائف يغال بعد هذا الدعاء قرب دي وضع الجان مكة المكة في جوف الليل ذا روح يصلي يدعو الله عز وجل من بعد سبحان الله ذي الوقت اللي قرأ القرآن الكريم نفر من الجن ثلاثة نهضر شوية في الجن سبحان الله سلاني القرآن سلاني القرآن أثي دي قرأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن الكريم من بعد يعجفس القرآن الكريم أسميك فالتلاوة مباشرة أصبحوا منذرين رجعوا إلى قومهم من الجن فصاروا منذرين أن ناس سلغيون بوال ذل عجب. وإذا قلت تعليق النظرة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها للبشر رفضوها والجن استقبلوها وبلغوها سبحان الله. الزرع ينبت الزرع برك ورث زريضا دايم غي آمنوا ومنن الجن النبي عليه الصلاة والسلام وزرارا فقص الله عليه القصة في قرآن يتلى إلى يوم القيامة في سورة الأحقاف في آيتين الآية 29 الآية 30 عند دين رب سبحانه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن أسلم القرآن الكريم يتلى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلما حضره قالوا أنصتوا جالس نسقر افكتم زغ سلث ركزوا سلث فلما قضي الميكفى عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة ولوا إلى قومهم منذرين مباشرة أصبحوا دعاة. لذلك السقي لا تتعجب الجن مثل الإنس أم نكون كيف كيف لان المؤمنين لان الكفار لان العادلين لان الظالمين لان كلش نكون كيف كيف. قالوا يا قومنا مباشرة بلغوا ما استمعوا إليه يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى وزرا من بعد موسى عليه الصلاة والسلام مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق. سبحان الله الجن استعرفا أسقرا يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم معنى القرآن جي السوال غالحق يتوليه غالحق وذا سافريذ المستقيم سافريذ سلامة أرثكين دما. بعد ذلك نزل قرآن يتلى في سورة الجن سورة كاملة اسميس ذي القرآن الكريم سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع
نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لا إله إلا الله. يهضر الإنس ورقفين لنا راه وزنتي السيزرا رانتي سحزنتي سرفانتي سفقعتي. من بعدين بعد الجن وللنتيجة هذه كلها تأييد الله عز وجل. المهم انشر بلغ وربي سبحانه معك. وهذه السورة وهذا القرآن اللي سمعت جزءا منه نتلوه إلى أن نموت ويبقى يتلى من قبل المسلمين من الإنس والجن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مازال موقف النظام الغلام النصراني عداس يقطف العنب وكذا يبوز النبي صلى الله عليه وسلم في تفاصيل يعني دقيقة نذكرها بالإجمال. أسميس ديفكا ثيزور غاضي للنبي صلى الله عليه وسلم باش هذيك النبي صلى الله عليه وسلم إناد بسم الله بسم الله ذا شو سينا الغلام مني ذا نصراني أشو سينا إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. هي هو لقي ويتوسنا إناس النبي صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت وما دينك؟ قسم سينا إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. وقعد داسا الغلام النصراني إناس هو لقي بسم الله ويتوسنا ذي ثدر ثقين غير ثمور ثقين صحيت وسنرى النبي عليه الصلاة والسلام ذي ناس تقصى ذي ناس كشيني شو تمور فيه ثمور فيه كان يسيت إناس ذا شو الدينيه إناس كيني نصراني إناس من نينوى نينوى ذا شو سينا النبي صلى الله عليه وسلم إناس من قرية الرجل الصالح يونس بن متى على طول إنياس صافي شيني سيثاد دارث نيونس سيدنا يونس بن متى اسم سنين ثاد دارثيس من بعد وينا شو سينا وما يدريك ما يونس وش دينا انا شو يونس بن متى وش دينا خطو ذا نصراني إنياس النبي صلى الله عليه وسلم ذاك اخي كان نبيا وانا نبي. الله اكبر. إناس يونس ذي النبي وكذا النبي ذي كما ذي النبوه. ام بعد شو يخدم على الداساكي سبحان الله يسلم في قروس يسلم في فسيس وامن كما تقول كتب السير ساسلم. سبحان الله يفكس ربي فتوحات ربانيه الجن أمنا نفر نكسلان عداس النصراني أسلم رب سبحانه يلا يذس وثجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الخاتمة خلاصة لهذه النظرات ثم زواروث النبي صلى الله عليه وسلم يروح إلى الطائف نشرا للدعوة وطلبا للنصرة. داش نحفظ نكوني أن الإنسان لا يمل في نشر دعوة الله عز وجل. جميع المجالات المتاحة استثمرها. ذي المغارة، ذي الجنازة، ذي السفر، ذي التجارة، ذي الكار، ذي الفورغون، عندها الليل. سيوض أين نسفن؟ خاطر ما شاتش الشمض الكار، سيوض جماعة الخير يلا. كنت خدمة الدرس. لا لا. أتسيريض ساج حكيم. أتخدمض أولي نسفن ذقم كي نسفن نظرة في السناف مرافقة زيد بن حارث النبي صلى الله عليه وسلم يقيه ينصره يدافع عنه ثقي رمز الوفاء. نتعلم الوفاء أم شري فداء للنبي صلى الله عليه وسلم أم شري وفي لدينه ورسالته. رقم ثلاثة الصبر على الأذى ماشي ذي سهلا
الصبر على الأذى، الصبر في سبيل الله والسعيد الأجر ماشي باطل، عندك أجر. نظرة أربعة، اللجوء إلى الله عند الشدائد مثل ضيق فلاك، سعوم السيرم ورتسقاب وغالر سيدي ربي ذعو ياس. النظرة ثايض، إسلام الجن دعوة رفضها البشر ولكن استقبلها الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. كان أحد العلماء كي يقرأ هذه الآية يقولك أستحي من نفسي، تستحير تستحير إنا يمشي الجن أسقارا، هذا قرآن عجب، إنا سمعنا قرآن عجب يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. نكون هناك من الإنس من يجادل ويجهل ويرفض هذا الدين جملة وتفصيلا. أم بعد أمشلغ قصة أخرى، نظرة أخرى، قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عداس الغلام النصراني وكيف حاوره. إذا كان بسم الله، كلمة بسم الله السبة إما ربي يهذفيد، وكيف شأن عناية الله وتجارة ربي سبحانه وتجارة إيش قاعد جبريل لما كنت حصامه كذا ملك الجبال وكذا الناس أطبق عليه عليهم الجبل الأخشبين إذرار أثني محق نهائيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر نظرة مستقبلية نظرة أمل إن يسترجع ربي سجارة ونسل أدفع وكذا يعفذنا ربي وكذا في وحذن. وكذلك موقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المشركين جميعا كان ينظر نظرة أمل نظرة مستقبلية أن الله هو الذي ينصر هذا الدين، لأن النصر من عند الله ورب يدي القرآن وما النصر إلا من عند الله إذا جاء نصر الله. لقاؤنا مع رحلة الإساء والمعراج في الدرس القادم إن شاء الله وقدر، وإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.